مشاهدينا برحب بكم مرة تانية وبنواصل معكم أخبارنا. النهاردة المجلس الأعلى للثقافة عقد ندوة حوارية بين الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية لبحث سبل التعاون الثقافي بينهم لتنمية كرة مصر. تفاصيل الندوة في تقرير زميلتنا آية العاصي. طبعا ده شيء كويس جدا ان احنا ننمي بيه كرة مصر، لانه الكرة دي بتبقى كرة مقفولة منغلقة على نفسها. لما يتم تعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التنمية المحلية اكيد هنساعد شباب هذه القرى ان هم يكون عندهم مصادر مختلفة للثقافة ويكون كمان عندهم اماكن للترفيه، حتى نتحكم في الفكر اللي احنا بنقدر نديه لهم، ما يبقاش فكر متطرف. نشوف معاكم التقرير اللي هتقدمه لنا زميلتنا آية العاصي. الحقيقه انه لن نتمكن من الوصول الى القرى بدون وزاره التنميه المحليه، لان هي لديها يعني زراع في كل قريه من قرى مصر وفي كل نجع من نجوع مصر، واحنا حابين يكون لينا مكتبات هناك، حابين ان المسارح تشتغل هناك، حابين ان احنا نكتشف المواهب اللي موجوده، ان احنا نصل بالكتاب المصري والابداع المصري بمختلف مستوياته الى كل قريه وكل نجع في مصر. العقد العمل هو الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات مصر، وده يعني الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل محافظة من محافظات مصر. وجود هذه الندوة ووجود هذه المبادرة وانه يتعمل تنمية محلية ثقافية بالاشتراك بين وزارتين مهمين جدا، وزارة التنمية المحلية ووزارة الثقافة، دي نفسها مبادرة جديدة علينا. ان نبدأ بتنمية المحافظات من خلال الثقافة، ده اهم محور كان موجود النهاردة. لأول مرة يتم اهتمام رسمي على مستوى الحكومة بالثقافة. يعني طبعا في أنشطة لوزارة الثقافة، لكن انه يتعمل خطة تنمية ثقافية اعتقد ده شيء جديد بالنسبة لنا. قلت بياخد الغناء 12 مطرب جاهل وبيفرضوا جهلهم على الثقافة، والبيت بيتلقى الطفل من اول الطفل لغاية الشاب الكبير بيتلقى اعمال هؤلاء، وبعدين كيف يكون 12 جاهل امي يقول لك انا ابن الشارع هو اللي هيعمل الاغنية الجديدة في مصر. احنا عايزين نعمل تنمية متوازنة ومتوازية في القرى المصرية وفي النجوع، لان هذه القرى هي اللي بتخرج العباقرة، فاحنا محتاجين فعلا في كل قرية يبقى عندنا مكتبة، عندنا يعني ربط كهربائي بين المكتبات وبين بيوت الثقافة وبين بيوت الشباب وبين الجامعات وبين المدارس، عشان تعمل نهضة ثقافية وتخلينا كلنا بنبص للقرية ان هي المستقبل، مش المدن الكبيرة ولا القاهرة بس.